مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. يوم الأحد أجواء حارة إلى حارة نسبيا، في المناطق الشمالية حارة، العظمى المتوقعة 36 والصغرى 22، المناطق الجنوبية 27 إلى 19، والمناطق الوسطى أجواء حارة 33 إلى 21، الأغوار أيضا أجواء حارة، الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 40، وأيضا العقبي أجواء حارة العظمى بحدود 39 والصغرى 27 درجة مئوية. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 33 إلى 22، وأيضا المنطقة الوسطى 33 إلى 21، والبادية الشرقية 38 إلى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار للأجواء الحارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها، المناطق الشمالية 36 و 21، المناطق الوسطى ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى بحدود 20 درجة مئوية، المناطق الجبلية الجنوبية 28 إلى 18، العقبة أجواء حارة 40 إلى 27، والبادية الجنوبية حارة نسبيا 34 إلى 23، والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 22 درجة مئوية. أيضا يوم الثلاثاء في انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، المناطق الشمالية 34 إلى 20، المناطق الوسطى 32 إلى 19، المناطق الجنوبية 28 إلى 17، العقبة أجواء حارة 39 إلى 27، والبادية الجنوبية 33 إلى 21. منطقة البحر الميت أيضا أجواء حارة تقريبا بحدود 39 العظمى والصغرى بحدود 28 درجة مئوية، البادية الشرقية أجواء حارة العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، المناطق الشمالية 31-19، المناطق الوسطى 30 إلى 19، والمناطق الجنوبية الجبلية 26 إلى 18، خليج العقبة أجواء حارة 38-27، البادية الجنوبية الشرقية 33-22، والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 23 درجة مئوية. يوم الخميس القادم أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 32 والصغرى 19، المناطق الوسطى 31 إلى 20، المناطق الجبلية الجنوبية 27 إلى 19، خليج العقبة أجواء حارة 39 إلى 28، والمنطقة الجنوبية الشرقية أجواء حارة 35 إلى 22، والمنطقة الشرقية أجواء شديدة الحرارة ومبرة العظمى 43 والصغرى 25 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم استمرار للأجواء الحارة أيضا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، المناطق الشمالية 33-19، المناطق الوسطى 31-19، المناطق الجنوبية الجبلية 27-19، خليج العقبة أجواء حارة 38-28، والبادية الجنوبية الشرقية 34 إلى 22، والمنطقة الشرقية البادية الشرقية أجواء حارة والعظمى 42 والصغرى 22 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى للجميع أوقات سعيدة، وشكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت.
المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.